فمثلا في بعلبك بلبنان توجد قطعة حجر هي أكبر قطعة حجر في العالم كله. هذا الحجر لا يمكن أن يكون قد قطع من جبال لبنان، ولا يمكن رفعه، وليس له أي معنى. ولكن الأقرب إلى العقل أن كائنات فضائية قد صنعته أو نقلته من مكان آخر لأسباب لا نعرفها بعد، أو لعله نقل من مدينة أسوان. ولكن كيف حدث ذلك من 30,000 سنة؟ كما يوجد في جبال أمريكا أخاديد في الأرض قد عثر فيها العلماء على معادن ليس لها وجود على ظهر الأرض، ولكن يوجد لها مثيل في المريخ. وبعض أحجار القمر الأخيرة التي أتى بها رواد الفضاء قريبة الشبه منها. ثم إن هذه المعادن في غاية الصفاء، أي أنها ليست طبيعية، وإنما هي معادن صناعية. وليست لدينا أي أدلة أكيدة عن هذه الحضارات التي سبقت طوفان نوح، ولا توجد عندنا أيضا أي أدلة ملموسة عن الكائنات الكونية التي هبطت إلى الأرض بعد الطوفان، وإن كانت عندنا بقايا هذه الزيارة أو هذه الهجرة. ويجب ألا نرفض هذا كله، فنحن لم نعرف كل أسرار هذا الكون، ولا أسرار أرضنا، ولا أسرار الإنسان نفسه، ولا أسرار الكائنات الأخرى. مثلا، ما الذي نعرفه عن هجرة الطيور أو الأسماك؟ على أي أساس تهتدي الطيور في رحلاتها الطويلة القاسية؟ العلماء يقولون إنها تهتدي بالنجوم. أي نجوم؟ إننا إذا فتحنا رأس الطائر الصغير لم نجد شيئاً غير عادي، بينما هذه الرؤوس الصغيرة هي أروع وأعقد ما خلق الله. فالإنسان ليست عنده أجهزة تهتدي بالنجوم ولا تتحرك بها، ولكن الطيور عندها. ثم هذه الأسماك، كيف تقطع البحار والمحيطات وتذهب إلى مكان محدد، وهناك تضع بيضها وتخصبه؟ كيف؟ بأي شيء تهتدي؟ العلماء يقولون بجاذبية الأرض، بملوحة البحر، ودرجة الحرارة، والتيارات المائية، وبقوة سحرية لا يعرفها الإنسان.